صراحة دايما نكهة النجاح حلوة لكل إنسان. أحلى شيء لأني أنا ساكنة بدبي، دايما بحب أني أتكرم ببلدي، بتعني لي يكون موجودة هون، شوف الناس، الوجوه، ضحكتهم، تقديرهم لألي، هيدا الانترفيو، هيدول أشياء بتعني لي عن جد. لو قد ما قطعت سنين ولو قد ما كرمت، أنا هالأشياء دايما رح تعني لي. ثانك يو للجنة الميوراكس لأنه اختاروا الكليب أنه يكون هو الأفضل للاست يير، وهيدا النجاح يعني هو بروجي إنساني أكثر ما هو بروجكت خاصه بالكارير وخاصه بالكرياتيفيتي. بعتقد نجاحه هو نجاح إنساني أكثر من أي شيء تاني. إنه تجي إنساني مثل إليسا نجمة تقلي أنت بدك تخبري قصتي، حسيت بمسؤولية عظيمة، لأنه اليوم حسيت عم بتسلمني كل شيء معقول يصير من بعد هيدي اللحظة، كل شيء رح يصير من بعد هالبروجي أنا مسؤولة عنه. مشان هيك كنت كتير خايفة، مشان هيك حطيت فويس نوتس بقلب الكليب. كان مهم عندي انه يعرفوا انه ما في تمثيل، انه يعرفوا انه هالحقيقة، لاني انا عارفة، بس هني كيف رح يعرفوا؟ انا كنت الوسيط. سو الحمد لله كان الناس تعطيها مع الموضوع كان بإيجابية اكتر من السلبية. اكيد عطول في سلبي وإيجابي، بس الحمد لله بالاخير كان الهدف هو هدف توعية، مش بس انه يصدقوا العالم، انه يعرفوا انه هالحقيقة، وانه يعرفوا انه اساس هالحقيقة هو الكشف المبكر. هيدا اللي كان كل شيء بدها هي تعمله من وراء هيدا البروجكت، وحصلت عليه. الوفا تبعها او الوفا او الصداقة او مثل ما بدك سميها تعني لي كتير، دايما بتفاجئني فيها. بدي اقول لك بصراحه، انا لما بشتغل مع النجوم ما بتوقع منهم، بتوقع انه الحياه تكمل بعدين. منهم كيف بدي اقول لك، منهم كثير مضطرين انه انا عملت شغلي، بس في شيء اعمق من هيك انا وإليسا دايما، وفي شيء خاصه هي فيها كانسانه بتقدر اصيله، وانا وصديقه. يعني ما بعرف غير انه الا ثانك يو. اذا عم تحضرني هلا بقول ثانك يو، لانه كل مره هي بتكتب عني كلمه باخذها من كل قلبي عن جد. يلا يلا نغني ونسهر، يلا نعود عمرنا، يلا تعالوا نعيش. ليك هيدي نعمه عن جد، نعمة. الصحافة بالأخير هن الناس، وهيدا الشيء يعني ما فيكون أحلى من هيك. يعني أنت إذا بتخدها على حالك، إذا كل إنسان بيفكر أنه وقتها بيحس هيدا التقدير، بعتبر هو أكبر إنجاز. يعني مش مهم، أكيد حلو التكريم، أكيد حلو الكاس، بس بعتقد الأهم هي محبة الناس، بس تكون محبة حقيقية بعيدة عن المصلحة. هيدا دايما الشيء اللي أنا بنظر له بالعالم. كل شيء بدي أقوله أنه نحن قصد ما عم نخبر، لأنه بدنا نخلي المفاجأة للناس. عم نقدم شيء جديد وإن شاء الله الناس يحبوه.